مساء الخير واليسر والسلام على كل مشاهدين بيت للكل. رمضان قرب وقربت معه أيام الخير والسعادة وأيام الغفران والسلام والكرم. كل عام وانتم بألف خير، وكل عام ونحن معكم نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد للمشاهد العربي اللي بتابعنا من كل مكان في بيت للكل. تعالوا نبدأ معا سريعا الحلقة، واليوم نتحدث عن الدراما في رمضان. ماذا ستقدم الشاشات العربية خلال هذا الشهر الكريم؟ شافك تمام جدا يا سلام. لما بنتكلم عن دراما رمضان بتلاقي على طول نفسك بتفتكر الأجواء وتفتكر المسلسلات ولمة العيلة قدام التلفزيون، مع بقى مسلسلات لطيفة. يعني مش ممكن ننسى أبدا تتر الليالي الحلمية أو الفوازير، أو أن أنت تتابع مثلا حلقة مهمة جدا من رأفة الهجان أو طبلة المسحراتي مع الملحن الكبير سيد مكاوي. حاجات كتيرة قوي كانت بتمر علينا وعملت ذكريات حلوة، ذكريات في البيت، ذكريات مع الأسرة، ذكرياتنا كتيرة جدا مع دراما رمضان. السؤال بقى السنة دي، يا ترى إيه المحتوى اللي هتقدمه دراما رمضان 2023؟ أكيد في تنوع وأكيد في اختلاف وأكيد في مسلسلات كتير. يا ترى أنت كمشاهد هتختار إيه ومين وهتتابع إيه؟ دراما رمضان كلنا في انتظارها، وأعتقد إنها هتكون مائدة درامية جديدة من نوعها. لانا؟ نعم شافكي، رمضان مطبوع في ذاكرة كل إنسان فينا في مختلف الوطن العربي. صغار وكبار منتذكر كيف كان رمضان يجمعنا وكيف كان التلفزيون بيجمعنا. كانوا الآباء وكان الأمهات وكان الحميمية وكان الدفء. لكن في كل الأحوال مهما حكينا إنه رمضان أطباعه تغيرت وأيضاً الصورة العامة له تغيرت، بيبقى رمضان هو شهر المحبة والخير واجتماع الأسرة على التلفزيون وعلى الدراما العربية. أيضاً منركز بأنه الدراما العربية أكيد بتعالج كثير من القضايا. بتلتم الأسرة الأردنية في شهر رمضان كما هي العادات الأردنية الجميلة، الأسرة بكل حميمية حول التلفزيون. التلفزيون الأردني بيعرض كثير من الدراما اللي بتعالج أيضاً القضايا في الشارع الأردني، واللي بتركز على السلوكيات الإيجابية، على السلوكيات الإخلاقية أيضاً للدين الإسلامي ولنفحات رمضان الجميلة. لمة الأسرة في شهر رمضان مطبوعة في ذاكرة كل إنسان فينا، لما تذكرنا آبائنا وأمهاتنا كيف كانوا يلمونا حول التلفزيون بمحبة، وكيف كانت هالتلفزيون يجمع العيلة، وما كان زمان وإحنا صغار في هواتف ذكية تبعدنا عن بعض. التلفزيون والدراما جمعت الجميع، جمعت الأسرة، ورمضان دائما بيجمعنا. بالتأكيد لنا حقيقة من خلال برنامجنا العربي بيت للكل، ونحن نسلط الضوء على الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير زملائي وكل من يتابع شاشاتنا الأربعة من خلال القناة العراقية العامة والأردنية والفلسطينية والقناة المصرية. حقيقة الدراما هي الشغل الشاغل لكل متابع ومشاهد في شهر رمضان المبارك، وأكيد هناك من يحصد الجواز من خلال أعمال درامية مهمة. اليوم من خلال هذه الحلقة سوف نتحدث عن الكثير من التفاصيل المهمة بكتابة نصوص، بولادة جيل شاب واعد ممكن من خلال الشاشات العربية الأربعة يقدم بشكل مهم. أيضا من العراق لنا حصة أخرى سوف نتحدث عنها بعد قليل، ونتحدث عن الدراما وأهم الأعمال مع بعض الفنانين، وما هي النتاجات المهمة لشهر رمضان المبارك لعام 2023. الدراما الفلسطينية لها جذور وعميقة من تقريبا من بداية القرن 1900، من تلجي وعبد الرحيم، من حكوينا، من الحكواتي في يافا وفي دير الأسدي وما قبل 48، وتجذرت التجربة فيما بعد 48 من الأخوين لاما وتجاوب السينما، مرورا في الثورة الفلسطينية في بيروت وإنشاء مؤسسة السينما قام عليها المناضل الكبير صلاح خلف أبو إياد، أنشأ مؤسسة سينما كبيرة جدا في بيروت للشعب الفلسطيني، وأنتجوا 3 أفلام من ضمنها المفتاح للمخرج الفلسطيني المرحوم ألف رحمة ونور وغالب شعت، والعديد من المخرجين الفلسطينيين اللي قاموا لإنشاء دراما فلسطينية. وكان كمان المصور المرموق الشهيد جوهرية من ضمن التجارب الدرامية في الثورة الفلسطينية، والعديد وغسان مطر في تجاربه الدرامية والسينمائية في جمهورية مصر العربية وبداياته في بيروت.
وإحنا هون لا أخفيك كشعب فلسطيني انتعشت الدوامة في قدوم السلطة الفلسطينية، في لأنه ما كان عندنا تلفزيون. تلفزيون فلسطين هو اللي أخذ على عاتقه أنه ينتج بعض الأعمال، أنتج طبعاً العديد من المسلسلات، سواء لما كان في غزة، في ليالي الصيادين، في الكنعاني، أنا عملت الحكواتي فلفل، عملت العديد من الأعمال، وهون قدموا الزملاء في المحافظات الشمالية العديد من الأعمال، وانتعشت خلينا أقول فيما بعد 2000 في تجاوب شاب جميل بشار النجار في 3 أعمال، أولاد المختار وكفر اللوب. عندنا الكادر المهني، يعني ممكن تلاقي عندنا مخرج مبدع بس ما تلاقيش عندنا سكريبت جيد، ما تلاقيش عندنا مكياج جيدة، ممكن ما تلاقيش ديكوريست جيد، ممكن ما تلاقيش فنانين كرومة جيدين. اليوم مسلسلات بتنعمل في صالة مش محتاجة تتنقل، وكمان الكادر اليوم التقنيات والمعدات عشان تجيبها أو مشكلة. اليوم لما بدي أنقل كاميرا أنا من هون لغزة ممنوع، يعني حتى التقنيات حتى الأدوات حتى ممنوع. اليوم عشان أنت تجيب، أنا في عملي الأخير يافا أبوها عزمت سوزان نجم الدين ومنعت عن كتير، يعني لا فنانين عرب بيقدروا يجوا شاركوا، اللي نعمل تجارب عربية كبيرة في الوطن من الاحتلال. حكاوي أبو الأسعد بتحكي عن شخصية ظريفة، اختيار فلسطيني بالكوفية والجنباز والعقال والعكاز. أنا مصممه من 3 عناصر، من أحدب أنتردام، من تشارلي شابلين، ومن حنظلة، ومكون هاي 3 شخصيات العالمية في شخصية اختيار فلسطيني ملتحي بحطة وعقال وجنباز سوال وعكاز اسمه أبو الأسعد. هلأ بلعب هذا الكاركتر بانتوماي اللي هو الإيحاء، الفن الصامت اللي بدون ما أحكي، وبأسقط الصوت على الحكاية. حكاية بحكي فيها عن المستوطنات بالطريقة الشعبية، حكاية بحكي فيها عن الجدار، بحكي فيها عن لعبة بريق الزيت الكنعانية، بحكي فيها عن الأغنية الوطنية اللي انقرضت زي تكتيك تكتيك لراعي الغنم. يعني أنا بدي أحق الحقوق، معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف بكل أمانة أعطى العديد من الفرص. الشباب الآن في نابلس، نابلس اللي عم تئن تحت الاحتلال وفي الجراح وفي الحصار، ولسه دماء شهدائها من المجزرة الأخيرة ما جفتش، رغم ذلك يعني نصنع من الألم حياة، رغم النزيف نغني. هذا الشعب الفلسطيني، أنه ثورتنا لا تكتمل إلا بريشة فنان ومبعد وجراح دكتور وريشة رسام المقصود فيه، وإحنا بدون الفرح بنموت. شعبنا بحاجة إلى الفرح، وإحنا أهل للفرح. الشعب الفلسطيني بحب الفرح وبحب الحياة، إحنا طلاب حياة مش طلاب موت كما يصورنا الاحتلال. مساء الخير مشاهدينا، متواجدين الآن في استديوهات الإذاعة الأردنية، هذه الإذاعة الأم، وفي أحد الاستديوهات، استديوهات الدراما بالتحديد. هذه الاستديوهات يتم عمل البرامج وأيضا المسلسلات التي يشترك بها عدد كبير من الفنانين الأردنيين الذين لهم باع طويل في الدراما الأردنية. من المعروف أن الدراما الأردنية وصلت إلى كثير من الدول العربية عندما انطلقت الدراما العربية، ولعبت وشكلت أيضا دورا أساسيا في تشكيل الهوية الأردنية، وتأسست الدراما الأردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية. لعبت الدراما الأردنية في حل كثير وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات العربية، بالإضافة إلى دورها في بعث رسالة الدولة الأردنية إلى العالم أجمع. معكم من استوديو الدراما في مبنى الإذاعة الأردنية. 4, 3, 2,
أكشن محمد أبو بصر. السلام على والي الشام يزيد بن معاوية. وعليك السلام. هذا كتاب خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب، يأمرك فيه أن تغزو بلاد الروم وأن لا تترك لهم ساعة يرتاحون بها. السمع وطاعة لأمير المؤمنين بن الخطاب. السلام على والي الشام معاوية بن جاسم. العمل اللي عندي أنا لرمضان هو مسلسل العيدروش، والحمد لله عملت دور العمل يعني هو في قطبين يعني قبيلتين، في القبيلة قبيلة شيخها الجميل الفنان الكبير خالد الغويري، والقبيلة الثانية يعني كان الشرف لي فيني أكون أنا شيخها. وتقع أحداث طويلة عريضة تعرف ما بين القبائل، يعني عادة الصراعات اللي بين القبائل عادة ما تكون لمكاسب أرض أو لمكاسب شيوخ بدهم شهرة، أو يعني صراع السلطة وصراع الباور، يعني عادة هذا تاريخيا يعني كتبوا فيه كل الكتاب ولن ينتهي، لأنه كل كاتب بيعالج هذا الموضوع الإنساني الأزلي بطريقته الخاصة. الدراما مثل أي نتاج إنساني إبداعي، كل الفنون يعني هي اللي سبحانه وتعالى ربنا وهبها لبعض الناس لفئة من الناس، هي العزاء الوحيد اللي أولا يخفف الألم، وثانيا للدراما وللإبداعات عامة خاصة الأدبية منها والثقافية والفنية، يعني من أنا بعتبر أسمى وظيفة لها اللي هي تغذية. رغم قلة الأعمال الفنية التي تقدم إلا أنها تحاكي الشارع وبتحط إيدها على وجع المواطن. وإحنا عندنا الدراما الأردنية تحديداً قريبة كتير من بيئتنا، قريبة من مواطننا، فهي بتحاكي وجعه وعلى الأغلب بتعالج له مشاكله، وهذا ما نتمنى. فرغم قلة الأعمال إلا إن عم نقدر نوصل رسالة لجمهورنا اللي بنحبه. وطبعاً طبعاً الدراما الأردنية ما بتنفصل عن الدراما العربية، لأنه إحنا كمجتمع عربي بنعيش كلنا نفس التجارب، بنعيش نفس المشاكل، بنعيش نفس الهموم وبنحاكي نفس الموضوع، لكن مع اختلاف الطرح. ونتمنى دايماً إنه نوصل للطموح اللي بنتمنى. بالنسبة للدراما الأردنية، الدراما الأردنية يعني هي اللي بنقدر نقول تكاد تكون الوحيدة اللي حافظت على القيم العربية، اللي عم دايما بتطرح القضايا اللي بتمس المواطن، حتى لو يعني في بعض الأحيان صرنا عم نضطر شوية للجرأة في هذا الطرح، إلا أنه هاي القضايا يعني تعد يعني ممثلة لهذا المجتمع، ممثلة للمشاكل اللي بيعاني منها المواطن، لأنه المواطن الأردني أكيد لا ينفصل عن المواطن العربي، بس بنفس الوقت له خصوصية في الضوابط اللي بيعيشها، وإحنا لازلنا محافظين على الضوابط من حيث الشكل والمضمون، يعني كيفية الطرح. فهذا شيء بيميز حقيقي الدراما الأردنية، واللي بنتمنى دايما إنه تضل محافظة على هاي الجدية وهاي الاستمرارية وتتطور ويكون في إنتاجات تشاهد. الدراما على مدى الحياة وإلى الآن وإلى المستقبل لها دور مهم في تنمية المجتمع وفي خلق أجيال وفي التواصل مع كل الناس اللي في العالم وإيصال رسائل مهمة نريد أن نوصلها للآخر. يعني اشتغلت الآن في أكثر من عمل على الساحة، في العيدروس الأخير يعني لسه يدوبك تقريبا شهر إلي مخلصة منه، عندي هامشامة وأكباد مهاجرة وغيرهم. رغم إنه الأدوار صغيرة يعني أخذتها يعني بقناعة كانت حلوة ومؤثرة، لكن هي مش قد الطموح اللي إحنا بنطمح إله. هذا بالنسبة يعني الأعمال اللي إحنا اشتغلنا هالسنة، وإن شاء الله تعجب المشاهدين، يعني رغم إنه إحنا كنا نتمنى إنه نبهجهم بقصص يعني قصص أكثر ومسلسلات أحلى كما عودناهم في السنين القادمة. يعني هذا بيحزن إن يعني الإنسان إنه إحنا مش قد
الساحة، مش يعني المطروح مش قد رغبة الجمهور ولا رغبة الفنان. على فكرة أنا سعيدة جداً أن احنا النهاردة بنتجول في دولنا الأربعة بنتكلم عن الدراما، لأنه الدراما دي جزء من وجودنا في البيت. يعني إيه؟ كل بيت عربي عنده تلفزيون، لما بيجي لك المسلسل ما بيستأذنش، هو موجود معك، أنت قاعد كأسرة بتشاهد العمل، فهتلاقيه هو الضيف اليومي اللي موجود معك، بيعرض بقى قصة، بيعرض شخصيات، بيقدم حاجات. مين اللي قاعدين بيتفرجوا عليه؟ الأسرة، الأب، الأم، الأولاد، الجد، العم، الخال. إذن الدراما هنا مهمة، بتقدم إيه والمين وإزاي في أي مكان، تكون في مصر، في العراق، في أردن، في فلسطين، في دولنا العربية مهمة، المحتوى الدرامي مهم. السنة دي إن شاء الله في 2023 نتوقع أن يكون عندنا تنوع مختلف وتنوع جديد وموضوعات بتهم الأسرة اللي احنا متفقين عليها. العام الماضي ده كان بجد مراعى جدا وشفنا دراما متنوعة، يا ترى شكل الدراما في 2023 هتكون عاملة ازاي؟ ده اللي خلانا واحنا موجودين هنا في القاهرة نرحب بناقد فني، الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، اللي هيطلعني عن دراما رمضان واتطمن أنا منه بقى كمشاهدة من الدرجة الأولى. الناقد الفني والصحفي أستاذ أحمد سعد الدين، مساء الخير يا أحمد. مساء الخير، أهلا بيكي وبكل الجمهور العربي في كل الأقطار. وإحنا كده في رمضان بناكل بقى القطايف والكنافة والقهوة العربي والشاي المصري والنعناع، بنتفرج على دراما رمضان. انت شايف بشكل عام الدراما شكلها ايه السنة دي؟ حصل تطور كبير جدا في الدراما وخاصة في تناول الموضوعات. ليه بقى؟ يمكن من 5-6 سنين كان عندنا ما يطلق عليه دراما الكومباوند، فكانت غريبة عننا. دلوقتي لا، في قضايا تهم الأسرة، سواء كانت قضايا المرأة، سواء كانت قضايا الميراث، ايا كان، بس انا عايز احس ان انا جزء من الشاشة اللي قدامي. طبعا هنا ابتدت تتحقق شوية في مائدة رمضان. واعتقد السنة اللي فاتت نجحت خريطة الدراما ان هي تشد بقى كل الانواع. بالتأكيد. وتحاول تطرح كمان افكار. تطرح قضايا وتطرح افكار، وبعدين كان عندك تنوع، كان في دراما وطنية ودراما اجتماعية وفي كوميديا وفي كل حاجة. اذا التنوع ده هو اللي بيخلي الواحد يقعد قدام التلفزيون، لان احنا عندنا المغريات بقت كتير. اكيد. انا شخصيا سعيده بوجود مسلسل زي سر والبيتع، وهي عوده الدراما ان تنهل بقى من ادبائنا الكبار، الاديب الكبير يوسف ادريس، وطبعا روايه سر البيتع. رايك ايه بان احنا نرجع تاني برضو نذكر اجيال تانية بانه ناخد من الادب ونروح على التلفزيون؟ أول حاجة أنا بتكلم على يوسف إدريس، ملك القصة القصيرة. صحيح. هذا الرجل عنده قصص قصيرة يمكن لو قعدنا نشتغل عليها 20 سنة كمان هنقدر نطلع منها. تاني حاجة، السينما والفن عموما، سواء كان مسرح، تلفزيون، سينما، بتشتغل في الأصل قامت على الأدب، القصص الأدبية. صحيح. فهنا لما باخد عمل أدبي يحول إلى عمل فني، فأنا بتكلم على موضوع له أساسيات، بحيث عارف أنا هيبتدي إزاي وهينتهي إزاي والوسط بتاعه هيمشي إزاي. أنا كمشاهد هبقى مطمن لو أنا عندي جزء من الاطلاع. ليه؟ لأن أنا بتكلم على موضوع له أساس في الحقيقة، موجودة في كتاب. هذا العمل الأدبي هيدخل كل بيت. صحيح. لما يحول العمل فني هيبقى عمل له قيمة. تصوراتك ايه للمسلسل؟ ممكن يروح فين؟ والله المسلسل سر البتع تحديدا هيقابل عدد كبير من المشاهدات لاكثر من سبب. رقم واحد، احنا بنتكلم على القصة الادبية. طبعا. له جذور ادبية. طبعا. رقم اتنين، ان مخرج هذا العمل جاي من خلفية سينمائية بحتة. صحيح. يعني لم يعمل في الدراما من قبل. صحيح. فبالتالي الفكر السينمائي طاغي بشكل كبير جدا مع بعض الأحداث. يعني احنا هنشوف أحداث سريعة، لأن خالد يوسف كمان ينتمي لمدرسة المخرج النجم.
هروح على الكوميديا لأن الكوميديا مهمة قوي، ويمكن احنا عاداتنا في مصر كمان اعتدنا بانه مسلسل الفطار ده لازم حاجة لطيفة، الناس لسه بتفطر وبتهدي وعايزين حاجة لطيفة والأسرة والأطفال. والسنة اللي فاتت أحمد مكي قدر يرجع تاني يلم الأسرة على مسلسل اللي هو وقت الفطار أو بعد الفطار مباشرة. السنة دي تقريبا السابع. السابع. فده نجاح كبير لمسلسل قدم على أزمنة مختلفة وأوقات مختلفة إنه يعود تاني بنفس القوة. أحمد مكي في الأصل كوميديان كبير جدا، ولكن يمتلك الذكاء في تقديم بعض النماذج اللي ممكن تجذب المشاهد بشكل كبير جدا. يمكن هو قدم الجزء الأول والثاني والثالث كان معاه دنيا سمير غانم فكانت في توازن بشكل ما، ثم بعد كده حصل تريحة، ثم في النهاية السنة اللي فاتت قدم شخصية جديدة اللي هي شخصية مربوحة اللي صحيح. شدت الناس بشكل كبير. الجزئية الأساسية أن أحمد مكي مش بخيل. لبعض الكوميديانات يقول لك أنا أقول كل الإفيهات، أنا النجم وأنا اللي عايز. أحمد بيسيب مساحة كبيرة للي قدامه ينجح معاه، ينجح معاه، لأن النجاح عنده شيء جماعي صحيح. فمن النقطة دي نجح الكبير قوي السنة اللي فاتت، ثم السنة دي أفتكر أنه هو هيبني على هذا النجاح فممكن يحقق بشكل صحيح. كبير. خلاص هي كمان رحمة بقت نجمة، رحمة بقت نجمة، خاصة أن أصبح النجاح عنده تراكمي، الناس اللي هتتفرج على الكبير قوي خلاص جاهزين، اتفرجت قبل كده فجاهزين صحيح. فعندها استعداد داخلة تضحك ولمت الأسرة كده جاهزة بالظبط قدام المسلسل. فهو ضامن على الأقل من 50-60% من النجاح قبل أن بقى كناقد. يعني عينك رايحة على إيه؟ إيه اللي أنت منتظره في الدراما السنة دي؟ الحقيقة أنا السنة يعني أنا دايما بقول يا جماعة الدراما قايمة على مثلث، كل ضلع مختلف، في توعية، في تثقيف، في ترفيه، تمام. اديني الحاجة اللي إيه اللي تمشي مع ذوق هذا المجتمع. والمجتمع العربي على فكرة ذوقه قريب من بعض طبعا طبعا. أهم حاجة لما يقدم لي الدراما دراما اجتماعية أبقى شايف نفسي النموذج ده أنا قابلته في الحياة، شفته قبل كده، حسيت حصل لي المواقف دي. فأنا مستني أشوف بعض الأعمال. بالإضافة للسنة دي عندنا عمل جديد بقالنا فترة طويلة ما دخلناش في السكة دي اللي هي الأعمال الدينية. السنة دي عندنا الإمام. الإمام اللي هو الإمام الشافعي طبعا، وخاصة الإمام الشافعي إمام وسطي طبعا، ما عندوش التشدد لابن حنبل وما عندوش الحكاية يعني نسيبها للآخر. عارف أنا سعيدة ليه كمان بهذا العمل تحديدا؟ لأن أنت في فترة كبيرة العالم العربي شهد كتير من التطرف طبعا، كتير من عمليات إرهابية، والناس اللي حاولت أن هي يعني تاخد كده أجزاء مبطورة من الدين، وده مش صحيح. لكن أعتقد أن احنا حنكون أمام ثقافة حقيقية، أن احنا نتكلم، أن احنا نشوف الدين السمح بتاعنا وسماحة وجمال ودين المعاملة الأخلاق يعني، والجيل الصغير محتاج يشوف دي تقعد. أهم نقطة بنفتقدها، عشان كده راجع المسلسل الديني، لأن احنا كجيل لما عشنا الثمانينات مثلا شفنا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والأجزاء الجميلة دي كانت بتجاوب على إيه؟ سماحة الدين. طيب السنة دي كمان في مسلسل أنا شايفة إنه مسلسل من حقكم، حق الرجال برضو. يبقى السنة اللي فاتت نيلي كريمة عملت مسلسل مهم، والمسلسل الحقيقة اعتقد انه يعني بيساعد كتير جدا في قانون الاحوال الشخصية اللي تحت الدراسة الجديد. السنة دي طارق لطفي بيدخل يقدم مذكرات زوج، انا حاسة ان ده الصوت عالي للرجال، فاهلا وسهلا برضو يعني. هو من الحاجات الجميلة ان خلال الفترة الطويلة اللي فاتت كان دايما يقولوا حقوق المرأة لدرجه ان في ناس قالت يا جماعه طب حقوق المرأة ده حقوق الرجل هي اللي محتاجه طبعًا دلوقتي طبعًا. طارق لطفي لما هيعمل مسلسل زي ده ويناقش فيه مصر الحكايه دلوقتي في فكر خاطئ، يعني ايه حقوق المرأة وحقوق الرجل؟ طبعًا اساساً هي أسرة. حقوق الاسره ليها قانونها الخاص داخل البيت طبعا طبعا، فبيقدم شكل ما، ولكن في نفس الوقت هيبقى بلمحه كده يعني دم خفيف لايت صحيح. بس عارف انا سعيده لان ده توازن بالظبط، يعني انت برضو لان الاسره اصلها لا هي امراه بس ولا رجل بس، الاسره اتنين زوج وزوجه، فخلينا نسمع كل يعني نشوف الصوت التاني مشاكله ايه ننتبه ليها برضو. يعني بالظبط الاسره عامله زي الطائر له جناحين، فيه رجل وامراه
طبعًا. زوج وزوجة طبعًا. ما ينفعش الطائر يطير بجناح واحد، فاحنا عايزين نشوف الجناحين دول ويبقوا إيه؟ متوازنين، ما يبقاش جناح يطغى على الآخر أكيد. لان في الآخر احنا بنعمل توعية المجتمع. صحيح. تعالى سريعا كده نعمل بورصة نجوم، لان عندنا نجوم في اماكن جديدة، يعني مثلا امير كرارة بيروح لمنطقة بقى خلاص جديدة وبيودع باشا مصر وبيروح للكانتو، فدي برضو تجربة جديدة لامير بيعود للاعمال الاجتماعية. سوق الكانتو سوق الكانتو للاسم كده يعتبر بالنسبة للجيل الجديد غريب، ولكن ده سوق كان موجود للحاجات القديمة زمان. هو ساب بقى الضابط الباشا اللي كان دايما بيطلع فيه ونجح فيه على مدار الخمس ست سنين، وده حلو انه النجم ينوع طبعا يقدم ادوار تانية، غير فيه الشكل بتاعه. فاعتقد ان امير ممكن يقدم شخصية جديدة وينجح فيها، دراما اجتماعية. دراما اجتماعية طبعا، زي ما قلنا النجوم اللي مغيرين الادوار ياسر جلال من النجاح اللي حققه السنة اللي فاتت في الاختيار، وانه يقدم شخصية رئيس عبد الفتاح السيسي مش سهل ابدا على ممثل، وانه يعود بعد سنة بعمل اجتماعي. انت شايف ده ازاي؟ اصعب ممثل عليه مشكلة او عليه مسؤولية هو ياسر جلال السنة دي. ليه؟ هو قدم السنة اللي فاتت رئيس جمهورية في السلطة، ودي اول مرة تحصل. صحيح، بس جميلة، وقدمها بشكل رائع. جميلة وفيها منتهى الحرية. بالظبط، ودي كانت تقول ان في حرية بشكل كبير. لما يجي السنة دي بقى كان لازم يخرج من الشخصية دي تماما. فهنا ذكاء الممثل انه اختار عمل اجتماعي بحيث انه هيرجع تاني كايه؟ كياسر جلال. نشوف بقى النجمات منتظر مين؟ والله انا منتظر ثلاثة. يسرى القاسم المشترك خلال رمضانات صحيح كتير، وعاملة مش بس حمد لله على السلامة واحدة، ألف حمد لله على السلامة. ما ألف حمد لله على السلامة دي انا مستني منهم الألف دول. تمام. فيسرى دايما بتتبنى موضوعات جيدة ويمكن تهم المرأة بشكل كبير جدا، فأنا مستني يسرى هتقدم إيه. نيلي كريم برضو بقى لها فترة طويلة مش عارفة معنا. اللبس اللي هي لابسها في البوستر مش عارفة موديانا فيه. يقلق ليه؟ لأن نيلي كريم عملت كام مسلسل ورا بعض باستثناء بميت وش على جنب، صح، بيبقى فيه الميلودراما أعلى وقضايا المجتمع عالية شوية، فالناس بتقولك طب وإيه بقى يا جماعة هتعمل إيه؟ أنا هنشوف تعمل إيه. طبعا الوقت لو عدى الأعمال كتير عشان ما نبقاش بس بنتكلم على كذا عمل، لكن أكيد ضرب نار ده هيفضل موجود ما بين ياسمين وأحمد العوضي. ياسمين ممثلة جميلة الناس بتحبها طبعا، من وهي لسه بتعمل إعلانات شقية كده، فجميلة. كمان لما ارتبط بيها أحمد العوضي الناس حبت الدويتو ما بينهم وهم ظهروا قبل كده. السنة دي بقى شكل الدراما من خلال البوستر ان هما الاثنين شكلهم هيخبطوا في بعض. ايوه، فاحنا مستنين المواقف الحلوة دي ايه اللي هيحصل فيها حقيقي. خاصة ان ياسمين هي الممثلة الوحيدة يمكن في السينما قبل الدراما ان اصبحت بتقدر تشيل فيلم كمان صحيح باسمها، عنصر نسائي صحيح، مع ان هي حبوبة ولذيذة طبعا. فاحنا مستنيين البومبوناية دي. انا بشكرك جدا الناقد الفني احمد سعد الدين، ان شاء الله تبقى وليمة كاملة جميلة يستمتعوا بيها كل يعني المواطنين سواء في مصر او في عالمنا العربي، ونقدم بجد دراما حلوة. انا بشكرك شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ورمضان كريم. طيبين ورمضان كريم. كلام عن رمضان مش هيخلص ابدا، احنا لسه مكملين معاكم. تعالوا نروح الفاصل ونرجع نكمل كلامنا في بيت للكل. إذن زملائي، نعم تحدثتم عن الكثير من الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان المبارك وانتظار المشاهد العربي بشغف لهذه الأعمال، وأيضا ظهور نجوم جدد على الساحة الفنية العربية أيضا للعراق حصة أخرى. سوف نتحدث من خلال الدراما التي تقدم في شهر رمضان المبارك، لكن لدينا جانب آخر نتحدث عن الدراما الإذاعية في العراق. لنا خصوصية نتواجد في هذه الأروقة المميزة في الإذاعة والتلفزيون في بغداد، وخاصة في قناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي. كثير من التفصيلات المهمة سوف نتحدث مع فنانتنا الرائدة دكتورة إقبال نعيم عن حقيقة الدراما الإذاعية الجميلة، وعن المستمع العراقي، وعن هذا الأثير الجميل الذي رافق المستمع العراقي لمدار سنوات طويلة. مساء الخير دكتورة.
مساء الخير وأهلا بكم في بيتنا كما نسميه بيت الدراما العراقية. الإذاعة بالذات هي مفتاح وهي طريق للوصول إلى المستمع، لأنها دائما وأبدا هي تحمل ذاكرة تاريخية، تحمل ذاكرة اجتماعية، تحمل ذاكرة جمالية، ولأنها من خلال الأعمال اللي تقدمها الدرامية سواء كانت محلية أو سواء كانت تاريخية أو سواء كانت يعني مودرن حديثة، هي دائما تحمل تلك القصص اللي تدور في الشارع لكنها تعيد صياغتها ثم تقدمها للمستمع اللي يتفاعل معها. اليوم احنا في بيتنا هذا الجميل، هذا البيت أنا أعتبره بيت الإذاعة العراقية، أنا أعتبره هو المصنع الحقيقي لصناعة ممثل، لأنك من خلال الصوت تنقل المشاعر، تنقل الأحاسيس، تنقل الحب، تنقل الشغف، تنقل كل ما ممكن أنه يوصلك إلى هدفك والكلمة النبيلة الحقيقية اللي أنت تريد تقولها في مجتمعك. دكتورة، نتساءل اليوم بصراحة، شهر رمضان المبارك هو تقدم باقات على طبق من ذهب للمتلقي والمشاهد العربي بصورة عامة، هل المستمع اليوم العربي يستمع إلى الأعمال الإذاعية التي تقدم في شهر رمضان، وما هي المحتويات أو ما هي الثيمات التي يعمل عليها الفنان لتقديم أو المنافسة خلال شهر رمضان؟ أنا دائما أقول إنه شهر رمضان هو يعني شهر للتلاقي الاجتماعي، لتبادل الحكايات، والإذاعة عندها قدرة إنه تروي الحكايات، هي أشبه بالقصخون اللي إحنا نقوله في بغداد، واللي حكواتي عند الأخوان اللي نحييهم من خلال شاشتنا العراقية، نحييهم نقول لكم يا أهلا وسهلا بكم في بيتنا، في بيتنا الجميل، بيتنا بيت الدراما العراقية. الحكايات دائما تتناقل، مو كل الناس قاعدة ببيوتها، في الشارع أكو، في السيارة، في هو يحتاج أن يستمع، فأنت كيف كإذاعي تستطيع أن تجذب هذا المستمع بحيث يكون معك من خلال قصص الحكواتي، من خلال الحكايات اللي تقدمها. أكثر شيء ما نقدمه في رمضان هو التاريخي والاجتماعي بشكل خاص، واللي هو يحمل مواعظ وعبر ويحمل جزء من تاريخنا وذكرياتنا كشعبية، كأطفال، ككبار، لأنه المستمع يحتاج دائما أنه أنت توقظ حواسه، فالإذاعة أفضل ما يكون لإيقاظ هذا الحواس. يمكن بعد الإفطار التلفزيون يأخذ الحصة الأكبر، لكنه الإذاعة أنا أشوفها في النهار هي دائما صديق ومؤنس للمستمع. دكتورة، في التلفزيون ممكن الشكل والكاركتر يعطي كثير للمشاهد والمتلقي من خلال الأعمال فينحفظ شكل الممثل، كيف يمكن للمستمع أن يحفظ بصمة الصوت للممثلين ويعرف بأن هذه دكتورة إقبال تقدم من خلال عمل إذاعي أو فلان ممثل، كيف تكون هي تطوير هذه المهارات وأيضا تكون بصمة تشبه بصمة الإبهام؟ أنت قلتها مهارات، والممثل في الإذاعة يمتلك الكثير من المهارات، وأنا قلت في بداية حديثي أنه الإذاعة هي مصنع للممثل الحقيقي، للاحتراف الحقيقي. لسه أنا نتذكر، أنا شخصيا أتذكر مسلسل مهند الأنصاري الله يرحمه، الشاطر حسن، اللي كيف كنا ننتقل معاه بهذه الأجواء ألف ليلة وليلة، وكنا نعيش هاي اللحظات، وكنا نستمع إلى أصوات جميلة. أيضا الإذاعة فيها فنانين عراقيين مهمين ومتميزين، وأصواتهم قادرة على أن تنقل عبر الأثير، تنقل كثير من المشاعر وتجذب المستمع، إضافة إلى أنه الحكاية أو القصة، هذه المعادلتين مطلوبة، الممثل وصوته وأداءه وقدراته على الانتقال من أداء إلى أداء آخر، وأيضا الحكاية مهمة جدا. دكتورة، من أيضا الموسيقى اللي تتدخل جزء من المؤثرات، أيضا تثير الدهشة عند المستمع. حرفة من أصعب، حرفة من يكتب للإذاعة بعمل درامي أو من يكتب للتلفزيون؟ الكل
الكل عندهم يعني صعوبة، لأنه الإذاعي ما يقل نهائيا عن التلفزيوني، لأن بالإذاعة أيضا هو يحتاج أن ينقل الصورة بس من خلال الصوت، في حين بالتلفزيون ممكن أنت يعني تنتقل بالمشاهد من بالتمثيل الصامت، يعني ممكن أنت تروح مشاهد صامتة بدون حوار، لكن بالإذاعة كل المشاعر كل لا لازم ننقلها من خلال الصوت. فالمؤلف المحترف، المؤلف الجيد، المؤلف هو في طريقة إدارته لحبكة التمثيل للممثل أو للكلمات اللي يعني يقولها من خلال الورق. بعد مرور هذه الأعوام والتجربة الكبيرة لحضرتك، نتساءل اليوم هل هناك ولادة أصوات من ممثلين، أصوات إذاعيين مهمة من الشباب؟ نشاهد اليوم عبر شاشات التلفزيون هناك جيل جديد من الشباب قدم طريقة الدراما أو المسلسلات بشكل ثاني، اختلف عن القوالب القديمة والمدارس اللي كنا معتادين عليها بطريقة حداثة بكتابة النص أو الحدوتة بشكل مختلف. هل اليوم هناك جيل واعد من الشباب يقدم أعمال درامية إذاعية؟ أكيد أكيد، لأن الدراما أيضا متحركة ومتغيرة بتغير البيئة والتاريخ والعوامل الثانية اللي يعني ترافقها. فأكيد كل جيل يمتلك خصوصيته، يمتلك بصمته الخاصة. الجيل الأول يختلف عن الجيل الثاني، الجيل الثاني يختلف عن الجيل، لكن بالنهاية هناك أسس حقيقية، والدراما العراقية بها أسس حقيقية، وهذا اللي يجعل من الدراما العراقية دراما متميزة، سواء كانت في التلفزيون أو سواء كانت في الإذاعة، برغم أنه في التلفزيون هي مقلة، وبرغم في التلفزيون أنه هي لساها لم تلامس حياة والمشاهد العربي، وهذا ما نريده. يعني هناك أعمال درامية تلفزيونية عراقية مهمة جدا، لكنها ما وصلت للمشاهد العربي، وهذا ما إحنا نطلبه بالقادم من الأيام، أنه الدراما العراقية بتميزها لازم يطلع عليها الآخر ويشوفها، لأنه بالاحتكاك هذا أنت تستطيع أن تقدر تقول أنت وين موجود من الدراما العربية. إذن دكتورة، خلينا نتحدث اليوم تواجدكم في هذا المكان عن ما سوف يقدم للمستمع العراقي والعربي خلال شهر رمضان. ما هو العمل اللي بسبب اليوم تتواجدون في هذه الأروقة الجميلة وبين حاناتها وبين رائحة القدم في هذا المكان؟ العمل اسمه الأنصاري، وهو الأنصار، وهو من تأليف الأستاذ سلام الأوسي ومن إخراج الأستاذ محمد صبيح، وبمجموعة مهمة ورائعة من الفنانين العراقيين يجسدون تاريخيا تلك العصر أو الفترة اللي كانت قبل ولادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد النبوة، وبعد انتشار الإسلام. في 20 حلقة حتكون هي لرمضان إن شاء الله، وبرغم أنه هذه الحكاية إحنا نعيدها ونكررها ونعرفها ومن إحنا صغار، لكن دائما هناك تجديد في طريقة وأسلوب محاكاتها مرة ثانية. الأوسي بادل جهد جميل ورائع من خلال الورق اللي إحنا دا نقرأه واللي دا نمثله، واللي أيضا دا يدفعنا أنه فعلا أنه نتفاعل معاه كدراما. فأنا أتوقع أنه إن شاء الله النجاح، وأتوقع أنه مستمعين العراقيين وحتى العرب أتمنى أنه يسمعون لهذه الدراما. شخصيتك خلال هذا العمل، تحدثنا عن العمل وعرفنا بين هو وين توجهاته وشنو ثيمته، لكن ما هو دور الدكتورة إقبال في هذا العمل؟ شخصيتي أم جميل اللي هي زوجة أبو لهب، وشخصية يمكن لأول مرة أنا يعني مو لأول مرة بس لأنه شخصية ما كثير محبوبة وكثير قدمت في الشاشات العربية، لكنها مكتوبة الآن بطريقة جميلة جدا، وأحس أنه يعني أنا أيضا تفاعلت معها ودا أقدمها بشكل بها هذا المكر، بها هذه الخباثة، بها كل يعني هي نزلت بها آية القرآنية كاملة من خباثتها يعني. أي فإن شاء الله إن شاء الله نتوافق جميعا في هذا العمل. راح يكون مقياس النجاح في مدى شو ما نقول في بعض الأحيان المستمع يكره هذه الشخصية، لأنها
تمارس مكرها وخداعها. كرهها معناتها نجحت أنت في تقديمها، لأنه يجب أن يكرهها، لأنه الشخصية ما تمثل مشاعري أنا كممثلة عراقي، يعني العراقي أقبالي، يعني ما تمثلني أنا كشخصية كإنسانة، لكن تمثل شخصية تاريخية. أتمنى أنه فعلا يكرهها، وفعلا أنه أقدمها بشكل جديد غير اللي معتادين عليه، أنه وغير اللي نعرفه عنها في هذا العمل. دكتورتنا، بعد ما تحدثنا عن هذا العمل وعن الأعمال الإذاعية الدرامية، كيف تنظرين إلى المشهد العربي بصورة عامة للأعمال الدرامية التلفزيونية في شهر رمضان المبارك، وما شغفك وين بأي منطقة راح يكون؟ يعني خل أقول لك إياها بصراحة، رمضان في بعض الأحيان بطقوس وبتقاليد خاصة خصوصا للعراقيين، في بعض الأحيان أنت زحمك كثير لهذه الأعمال. في بدايات الأسبوع الأول أشوف بعض الأعمال وأشوف من اللي يجذب انتباهي أكثر، أظل أتابع للنهاية، وبعد رمضان ممكن أتابع الآخرين حسب درجة الجودة أو حسب درجة انشدادي إلى كمتفرجة أيضا، يعني غير أني كفنانة كمتفرجة أيضا. فأكيد واحدة من الأعمال إذا شدتني حبقى معها، إذا ما شدتني فأنا يعني أبقى في بعض الأحيان خارج إطار رمضان. بعد رمضان أبدي أشاهد الأعمال أشوفها بهدوء، يعني لأنه العمل الفني أيضا يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى أنك تكون أنت عندك استعداد وعندك قابلية أن تشوفه الآن. يعني في رمضان بعض الأحيان تأخذك اليوم يأخذك وأنت سوي أكل وأنت والعائلة، يعني يأخذ شوي. دكتورتنا، أنا حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء، من خلال ما أشوف هذا الباكجراوند اللي موجود خلفنا به صور من الأساتذة الكبار اللي ما زال على قيد الحياة والذي رحل إلى رحمة الله تعالى، شو تعبر لك هذه الصور؟ هم دائما هم الذاكرة الفنية الحقيقية، إن اللي ماتوا واللي موجودين، لأنه الفن العراقي لم يصنع من هباء، صنع بأساتذة مهمين كان لهم بصمتهم واستطاعوا أن ينقلون إن نفس المبادئ، نفس المسؤولية، حتى تكون أنت كفنان، حتى تكون أنت كمعطاء، حتى تكون أنت مسؤول عن الكلمة اللي تقولها، كيف تختار عملك، كيف تشاهد يعني تقدم عملك، كيف تلتقي مع جمهورك سواء بالإذاعة أو في التلفزيون أو حتى في المسرح أو في السينما. هم اللي وضعوا الأسس والبناء الأول، وإحنا مجرد لبنات نكمل بعضنا، وحتيجي أجيال أيضا تكمل، وإن شاء الله نبقى بهذا التواصل ونبقى بهذا الدفق إلى ما شاء الله، يعني إلى يوم إن شاء الله عمرك طويل. دكتورة، تقصدت من خلال برنامجنا العربي أن أتواجد في أروقة الإذاعة لنقول بأن صوت الإذاعة لا يتوقف، وهناك مستمعين بالنسبة على صعيد العراق والوطن العربي، وأتمنى التوفيق حقيقة لهذه الأعمال ولحضرتك من خلال تمثيلك لهذا الدور، رغم أنت ما حابة الشخصية، لكن التوفيق حقيقة إن شاء الله. الإذاعة دائما كانت هي الأولى، يعني بصراحة أقول لك كانت الأولى الدافع لنا أنه نستمر. الإذاعيين الأساتذة اللي موجودين في أروقة الإذاعة والتلفزيون ما توقفوا نهائيا، حتى في كل الظروف الصعبة ما توقفوا، وكانوا ينتجون دراما لأنهم كانوا عندهم إيمان كبير أنهم لازم أن يبقون على تواصل مع المستمع، أنهم يبقون على تواصل في إرساء في توصيل رسالتهم النبيلة الحقيقية، لأن هم ذاكرة الفن وهم روح المجتمع. دكتورة إقبال نعيم، شكرا من خلال ظهورك في برنامجنا العربي بيت للكل، شكرا لهذه الكلمات التي لامست شغاف القلب، واستمعنا من جديد كأنما صوت يبث عبر الأثير بكلمات جميلة ورائعة وموزونة، وصوت يلامس شغاف قلوبنا. شكرا جزيلا لكم، شكرا لهذه الجلسة، والشكر الكبير لإذاعتنا اللي دائما هي تجمعنا، حتى من نكون احنا بعيدين لكن هي تقربنا من بعضنا، لأنه أنا أعتبر أنه ليس فقط تقديم عمل إذاعي،
وإنما هو أيضا لقاء مع أصدقاء، وفي في هذا المكان أنك تلتقي بفلان وتلتقي بفلان حتى تصنع شيء هو جزء من تاريخك، هو جزء من حياتك، هو جزء من ذاكرتك. شكرا لهم بالدرجة الأولى، وشكرا للبرنامج البيت العربي، بيت الكل، البيت العربي. أتمنى أنه فعلا يتحول بعدين إلى بيت عالمي، لأنه إن شاء الله. فشكرا لكم، شكرا للمشاهد الجميل اللي استمع لنا، وإن شاء الله نتواصل. نورتينا دكتور، أهلاً وسهلاً بك، ممنون. إذن زملائي، شاهدنا من خلال أروقة هذا المبنى العتيق في مبنى الإذاعة والتلفزيون من قناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي في الإذاعة العراقية، هذه الأروقة التي كانت أصوات لمذيعين وممثلين، وحتى دبيب الأقدام في هذا المكان له نكهة خاصة في الإذاعة، الإذاعة المدرسة الحقيقية للمذيع ولمقدم البرامج وللفنان الحقيقي الذي يحاول أن إيصال الصورة من خلال الكلمات، إيصال الصورة والإحساس وتجسيد كل ما تحتاج الشخصية. إذن كان هذا هو المشهد الحقيقي من العراق لبرنامجنا العربي بيت للكل، ونتمنى أن يكون هذا اللقاء نال رضاكم وإعجابكم. هذه هو المشهد الحقيقي للصوت الذي اعتدنا عليه من خلال الأثير. وصلنا لمسك ختام حلقتنا اليوم من برنامجنا العربي بيت للكل، نتمنى طيب المشاهدة والاستماع لكل ما قدمناه، وإن شاء الله نقول كل عام وأنتم بألف خير.